علبتين حليب مبخر، نص كوب كريمة سائلة، 4 حبات هيل، معلقتين كبار عسل، معلقة كبيرة جيلاتين، نص كوب فستق حلبي، معلقة صغيرة موارد، معلقة صغيرة مزهر حسب الرغبة. عندنا هذا الحليب المبخر بيعملوه بالمصانع بطريقة أوكي، مش زي المكثف، مش زي المكثف المحلى. المكثف المحلى بيكون فيه بيكون محلى بيكون مكثف، بخلينه يتبخر زيادة علشان يصير كثيف. هذا اللي بنستعمله مع الشاي. هلا بس بدي أقولكم إني حطيته على النار شوي هلا ونحن عم نزين عشان لازم يغلي، عشان يلحق يغلي. حطيته على النار هلا بس الحليب، بعدين بحط معه يا صبايا الكريمة السائلة كمية بسيطة، وبنحط 4 حبات الهيل. هلا بنحط الهيل، حطينا الحليب المبخر وبعدين حطينا الكريمه، وهلا عم نحط الهيل تمام. وهلا بنخليه لازم يغلي، لازم نتركه على النار يغلي. قبل ما يغلي بدنا نحضر الفستق الحلبي. نقص عليكي، في عندي وحده. لا تمام تمام. هاي فيها، تفضلي. تمام، هلا بدنا نعمل الفستق الحلبي، نحضره قبل ما الحليب يتبخر. هوني عنا قبل ما الحليب بدنا اياه يتبخر، بدنا ينزل لربع من كميته، لازم يتبخر عشان يتكاثف. حطينا هون حليب مبخر، وحطينا فريش كريم، كريمة سائلة، وحطينا 4 لـ5 حبات هيل. انتو كيف بتحبوا الهيل تبعها يكون؟ انا بحط 5، في ناس بحطوا 4، في ناس بحطوا 3، انا بحب الهيل قوي. هلا بنحط الفستق الحلبي، بناخذ شوي من مية الحليب، نتفة صغيرة بعد ما سخنت وندوب فيها الجيلاتين، لأنه إذا نزلنا الجيلاتين هلأ بكبتل. أوكي تمام. هلأ بنحرك مع العسل، بنضلنا نحرك لنتأكد إنه داب العسل، لأنه ممكن العسل إذا كان درجة حرارته بتختلف عن درجة حرارة الحليب أكيد بمسك، فلازم نضلنا نحرك لنتأكد إنه ما ضل من شيء. معلقتين عسل. شايفه كيف دابت الجيلاتين تماما، ما بدنا نخلي ولا كعبوله كبتوله صغيره، كله بدنا ندوبه على الاخير، نطول بالنا. هلا الحليب شايفه كيف لما يغلي هيك تمام، بنحطه على اوطى 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 شيء ونخليه هلا كمان 5 دقائق هيك. اوكي هنقيم الهيل هلا خلص عشان ما يطلعش لحدا. والله هو بعت لنا كمان من المطبخ الاسباني بايلا، اعملي لنا بايلا. نعمل عملناها، انا عملتها. انت عملتيها صح؟ تذكرتها صح صح صح. هلا هيك تمام. هلا حطينا الحليب المبخر مع الفريش كريم مع الكريمه السائله بالاول، بعدين حطينا لهم الهيل وتركناهم يغلوا. اول ما بلش يغلوا حطينا لهم العسل وحركناه منيح منيح منيح. بعدين اخذنا من السائل تبعنا وحركنا فيه الجيلاتين، ضلينا نحركه منيح 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 عشان نزلناه شوفي ولا كبتل ولا صار له شيء. حلو منيح. ونتركها لما اول ما تفور، بعد ما تفور نتركها على نار واطيه 5 دقائق، وبعدين بنقيمها تبرد شوي. هلا رح اضطر اقيمها عشان الوقت، او احطها بس هيك دقيقه هون عشان بدي اياها تبرد. تمام هيك حلو. اوكي رح اجيب احضر الكاسات اللي بدي اعمل فيهم. هلا انت بدك تجمديها بالكاسات. هلا بصير هيك وبصير هيك. هلا بدي اورجيكم اذا أوكي. عندها قوالب سيليكون. اللي عنده قوالب سيليكون يستعمل قوالب السيليكون، اللي ما عنده بده يضطر يحطها بكاسات تمام، لان هي بقوالب او ممكن تنحط بقالب ورق ورق زبده، بقالب صغير رفيع مش كثير كبير، لانه هي مش بوظه. وتحطها وتجمدها 24 ساعه، لازم تنحط بالثلاجه بالفريزر 24 ساعه، قبل ما 24 ساعه بتدوب. مشاهدينا شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان تشوفوا كل إشي جديد.